من أمام الشاشات عبر قناة الريان قناة الكاس، وينطلق مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم بسم الله وعلى بركة الله، ينطلق على الهواء مباشرة هذا الشوط الأول الرئيسي، شوط الشلفة الفضية وشوط المليون ونصف المليون، ياهو شوط، ياهي أمسية، ياهي معركة على أرضية ميدان التحدي. 18 بكرة متواجدة، ما منهن اللي ما حازت على السيارات، على الرموز، على الأشواط المليونية. الليلة 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 ليلة تاريخية، ليلة الثلاثاء 6 ديسمبر لعام 2022، لمن الشلفة، لمن الفوز، لمن الانتصار في معركة ميدان التحدي لسن الجذاع منتصف الأسنان. المتعة والإبداع مع الجذاع مقدمة الشوط، ومن تحتل المركز الأول مباشرة مع مواقف سليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين. هذا الشوط يريد المواقف أيضا المعروفة من قبل المشاركات، يريد الأسماء اللامعات الجاهزات البارزات. بن جبرين يقدم مواقف في أحنك المواقف، والشوط المفتوح، الشوط المفتوح المفتوح، وين بيروح الليلة، وين بيروح؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى. بينما المركز الثاني تقدمت المسك، فالح بن حمود بن مطرق البلوي يقدم المسك على المركز الثاني، بينما المركز الثالث بلشة 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 يصل ملك السيوف يقدم بلشة على المركز الثالث. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند الأنيق يقدم بلشة على المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصلت وتقدمت الغزيل، سعد بن مبارك بالضعيف النابت تغازل الشلفة والمليون ونصف المليون. الله يا سلام. ننتقل للمركز الخامس، من المتقدمة؟ حربة 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 قادمة لتشن الحرب على الشلفة وعلى المليون ونصف المليون. سالم بن علي بن راشد الغيلاني القادم للمشاركة من السلطنة، ممثلا لأبناء السلطنة حتى هذه اللحظات في هذا الشوط. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، هناك أسماء عملاقة لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى شعار بن جبرين، من جرت الشوط، مواقف 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 على المركز الأول، تسيطر حتى هذه اللحظات على الشلفة على المليون ونصف المليون. حتى هذه اللحظات يا بن جبرين، سليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين، أنت مع المليون ونصف ومع الشلفة، الشلفة بيد بن جبرين. حتى هذه اللحظات مع مواقف مع مواقف مع مواقف أقوى أشواط الجذاع يا متابعينا الكرام عبر قنوات التلفزة الريان، قنوات الكاس، موقع الأبرقة لسباقات الهجن، الحاضرين أيضا والمتابعين على أرضية الميدان. ارصد لي هذا التقدم يا مخرجنا العزيز. على المركز الثاني تقدمت بلشة في هذه اللحظات مع الأنيق، ناصر بن عبد الله المسند ملك السيوف، ملك السيوف يبحث عن الرموز، وأيضا السيوف لها هجنها ولها نوعياتها في أشواط السيوف، ولكن يبدأ التأسيس بالمشتريات بالمقتنيات وتعزيز العزبة من سن الحقائق فصاعدا، وهذا ما نرى من خلال تقدم بلشة في الشوط المفتوح، في الشوط المفتوح الأنيق، هذا الاسم القوي في عالم الملكية وفي عالم أشواط الرموز. بينما المركز الثالث وصلت الغزيل، تسللت الغزيل، تنتقل من الرابع إلى الثالث الغزيل مع بالضعيف، مع سعد بن مبارك بالضعيف النابت يقدم الغزيل على المركز الثالث، بينما المركز الرابع المسك لفالح بن حمود بن مطرق البلوي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس وما يليه وشوط حربة على المركز الخامس سالم بن علي بن راشد الغيلاني. ولكن هذه لقطة على اللي خلف الخمسة المراكز الأولى، هذا السيل الجارف، هذا السيل الملتحم في هذه اللحظات القادم بكل قوة، هذا الإعصار على أرضية الميدان من الشعارات خلف دائرة النداء، إني أرى أفواج قادمة خلف دائرة النداء تبحث عن الشلفة، تبحث عن الفوز، تبحث عن الانتصار. لمن الشلفة في هذا المساء؟ 3 كيلومترات الأخيرات المتبقيات الحاسمات بدأت تتضح معالم الشلفة مشاهدينا الأعزاء، معالم الشوط الرئيسي من خلال هذا التقدم اللي نراه خلف دائرة النداء. العودة إلى مقدمة الشوط، مواقف ما زالت
مسيطرة على المركز الأول حتى هذه اللحظات مع بن جبرين. سليمان بن حمد، بن جبرين يقدم مواقف على المركز الأول، قامت راس وتقطع نص المسافة وهي ما زالت على المقدمة مسيطرة على الشلفة، أيضا متحكمة بزمام أمور هذا الشوط. سليمان بن حمد بن جبرين يتابع الموقف عن كذب وباهتمام بالغ، بينما المركز الثاني بلشة 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 الأنيق 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 ناصر بن عبد الله المسند يقدم بلشة في الشوط المفتوح، أقوى أشواط الجذاع في هذا المساء في مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. أين تتجه الشلفة في هذا المساء في هذا المحك الحقيقي بعد سباقات تجهيزية وتمهيدية في دولة قطر وفي ميدان الشحانية وفي دول الخليج، أول المهرجانات الكبرى والمحك الحقيقي لهذه الشعارات الحاضرات البارزات النوعيات المميزة موجودة. هذا الشوط يتميز بالنوعيات 18 اسم جميعها نوعيات فريدة ونوعيات مميزة. المركز الثالث تحركت المسك، تقدمت المسك مع فالح بن حمود البلوي مع المركز الثالث، الغزيل مع المركز الرابع لسعد بن مبارك بضعيف، بينما المركز الخامس أيضا يشهد دخول اسم جديد إلى دائرة النداء والإذاعة، تصل نوف 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 ناجي بن مسر بن صالح الرزق العجمي يقدم نوف على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء لمن الشلفة. بدأنا نقترب من الكيلو ونصف الكيلو يا مضمرين، من الكيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية، عن الناموس، عن الانتصار، المليون ونصف الانتظار والشلفة بالانتظار. حتى هذه اللحظات حتى هذه اللحظات مواقف مواقف تثبت في أصعب المواقف مع بن جبرين، تصمد في أصعب المواقف وتنفرد مشاهدينا الأعزاء حاملة آمال بن جبرين، حاملة آمال طموحات، وأيضا محبين هذا الشعار، الشعار الأزرق والأبيض، الشعار المميز. إذن سليمان بن حمد بن جبرين مع المركز الأول مع الشلفة حتى هذه اللحظات نقترب من الكيلومتر الأخير، من الكيلومتر الأخير الشلفة تقترب من بن جبرين حتى هذه اللحظات، كيلو تقريبا عن انتزاع الشلفة يا بن جبرين، كيلو عن الشلفة، كيلو وحيد عن الشلفة حتى هذه اللحظات. المركز الثاني أول القادمات بلشة 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 والأنيق ناصر بن عبد الله المسند، هل يحالف الحظ بلشة باللي حاقي بمواقف في هذا الشوط الصعب للغاية، في هذا الشوط الصعب للغاية. أيضا 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 نوف 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 على المركز الثالث، نوف الخوف من نوف، ناجي بن مسهر بن صالح الرزق العجمي يقدم نوف يقدم نوف، ولكن بن جبريل قادر بالشلفة طار بالشلفة. المركز الرابع وصلت المسك، فالح بن حمود البلوي بن منانة يصل يقدم بيان، مانع بن علي بن حمد الشامسي أو هنا أيضا بن منانة مع هيام لسالم بن منانة، ولكن الشلفة قامت راس وتنهي هذا الشوط راس حتى هذه اللحظات، اللحظات الحاسمة. يا مواقف يا مواقف يا مواقف، الليلة ليلة المواقف، الليلة ليلة الشموخ، ليلة الصمود، ليلة انتزاع الشلفة، ليلة المليون ونص. بن جبرين يا سلام في محياها الفوز، في وجهها الناموس، ناموسها في عينها ووبرتها، هذه مواقف. قامت راس، غادرت بالشلفة، غادرت بالشلفة إلى أبناء المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى سليمان بن حمد بن جبرين. يستاهل بن جبرين داعم هذا الشعار بالمشترى بالإنتاج. الشلفة 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 من هذه اللحظات، يحق لنا أن نهني بن جبرين، نزفها على الهواء مباشرة لمالك مواقف سليمان بن حمد بن جبرين. سلام يا بن جبرين، حيوا مواقف حيوها، حيوا بن جبرين حيوه 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 حيوا مواقف. الشلفة المليون ونص مع مالك مواقف سليمان بن حمد بن جبرين. سلام يا مواقف سلام، قامت راس وانهت هذا الشوط راس، تهانينا والناموس سليمان بن حمد بن جبرين. المركز الثاني شقرة احمد بن مطر بن ماجد الخيالي، المركز الثالث المركز الثالث طلايا علي بن حمد بن راشد بن مقارح، المركز الرابع المركز الرابع الجزيرة لمانع بن علي بن محمد الشامسي، المركز الخامس المركز الخامس بلشه ناصر بن عبد الله المسند. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم
للمراكز المتقدمة الأولى، ومواقف تثبت في أصعب المواقف في الشوط المفتوح وتنتزع الشلفة، تقوم راس وتنتهي راس. سلام لمواقف، سلام سلام لبن جبرين، سلام تهانينا لسليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين، لمحبين هذا الشعار، لمشجعين في كل مكان، والسلام إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة باختطاف مواقف للشلفة في الشوط المفتوح. هذه مواقف، هذه مواقف تنتزع الشوط الأول الرئيسي. إذن هذه لحظة وصول مواقف إلى خط النهاية قاطعة مسافة الشوط في 9 دقائق. هذه مواقف 9 دقائق 16 ثانية، جزء واحد من 61 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسليمان بن حمد بن جبرين، والتهاني للمضمر راشد بن عبيد بن بعيران من قدم مواقف التضمير. تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني اللي وصلت شقرة، قطعت المسافة في 9 دقائق 22 ثانية، 23 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شقرة أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي. المركز الثالث، المركز الثالث اللي وصلت طلايع، 9 دقائق 22 ثانية، 55 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمالك طلايع علي بن حمد بن مقارح. تهانينا والناموس لكل الفائزين. تتواصل الأشواط الرئيسية.